مدحت قبل ما يخوض موضوع الغناء أنا فاكر جالي في 24 شارع السيد مكرم وخبط علي الساعة 4 الظهر عايزك ضروري. كان ساعتها عنده برنامج مع أماني ناشد كاميرا 9، كان أول ظهور ليه. فقال أنا النهاردة هطلع التلفزيون وبتاع، وأبويا طردني من البيت أو أبويا يعني عامل مشكلة إن أنا أغني، هو مصمم أقرأ قرآن. فمشينا الشارع كده جزيرة بدران ده جنب البيت، مشينا ساعة كده قاعد يتكلم، أنا بحب لو أنا وأحس إن ده طريقي. فأنا قلت له كلمة واحدة بس، قلت له هو جاي لنا لأن أنا كنت قبليه سنة في المعهد، دخلت أولى سنة في المعهد، فهو إيه جالي إن أنا إيه دخلت المنطقة دي، دخلت أولى ثانوي أنا وعماد عبد الحليم، هو كان في أزهري ثانوية أزهري. فقلت له أنا هسألك سؤال بس، ده السؤال ده هيحدد هنعمل إيه بعد كده. قال لي قول. قلت له أنت وأنت بتقرأ قرآن بتحب القرآن عايز تقرأه ولا حاسس نفسك في الغنى؟ قال لي ليه؟ قلت له لأنه بتقرأ قرآن ودماغك في حتة تانية ده حرام. هنا يعني بالواضح انك يعني ايه شيخ وبتدي نصيحة او بتفتي، يعني لا. بتفتي فتاوى. لا والله انت بتقول انه انا يعني لو يعني لو انت كنت بتقرأ القرآن ودماغك في حاجة تانية يبقى حرام، هو ده حقيقي فعلا؟ انا معرفش. لا ما هو قارئ القرآن يعني لا. هو هيحدد مستقبله على انه هو بيقرا القران احساسه موجود ولا لا؟ هو جالي لان عشان اقول له الكلمه اللي هو هتريحه، هو كده كان هيغني. نصحته بايه؟ انا قلت له اوعى تقرا قران وانت في حته ثانيه خالص، لان القران عايز تدبر وعايز فهم وعايز حب. هو حابب يغني. طب انت ازاي كنت السبب زي ما قلت في انك انت سبب تحول مدحت من مقرئ لمطرب؟ لا مش سبب خالص، هو جالي في انت قلت كده يا استاذ طارق. هو جالي في توقيت شبه مشوش، وانا كنت سبقته انا وعماد عبد الحليم في المعهد العالي للموسيقى العربيه، واحنا حتى في المدرسه احنا انا وعماد كنا سابقينه، كان هو في المدرسه بيقرا قران عماد عبد الحليم. الله يرحمه رحمه الله عليه. الله يرحمه. فهو مدحت جالي لان انا في دخلت المزيكا والغنى، فهو كده كان هيغني بيا او من غيري. لكن انا قلت له لا اوعى تقرا القران انت بتحبه. يعني انت مش ما بتنسبش لنفسك انك انت السبب ان هو سلك طريق الفن الغنى؟ لا هو جالي يسالني سؤال، انا بحب الغنى قوي. طيب انا هقول لك انت بتقول الكلام ده ليه. بيقولوا ان انت بتقول الكلام ده دلوقتي لانك متضايق منه لانه ما وقفش جنبك وتغير بعد الشهر. هقول لك كمان بيقولوا ايه قبل ما ترد عليا. بيقولوا ان انت غيران من نجاحه وان هو قدر يتفوق عليك، ردك ايه؟ لا انا مدحت من احب الاصوات لقلبي، وما حدش بينافسني خالص، انا بينافسني فرق كويس، يعني انا في حته تانية لوحدي. طبعا هو جيلي يعني مدحت صالح مش سابقك؟ لا احنا طالعين مع بعض. لا الاثنين. مش في النجوميه. لا مدحت ممكن يكون نجمته اكبر مني. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى. انا هريحك. مش مين طلع قبل مين؟ انا هريحك. ربنا سبحانه وتعالى مين معروف اكتر وبيتسمع اكتر وليه اعمال اكتر؟ لا مدحت اكتر بكتير، وده ده ما يقلش مني. انا ببسط جدا، انا ببقى في منتهى السعاده لما بسمع مدحت، انا عامل له احلى لحن من طيب زعلان منه هو؟ بس يعني لما طلع مع انغام في البرنامج بتاع انغام قلب الحقائق. ازاي يعني؟ قال لها انا وكنا في المدرسه انا وعماد عبد الحليم رحمه الله عليه، هو ومدحت لا يفترقوا وكنا مع بعض. في اخر البرنامج انغام قالت له الله مش كان معاكم طارق فؤاد؟ فقال لها كان معانا. لا هو اللي كان معانا، لان عماد كان بيعدي عليا كل يوم الصبح في شبرا في السيد مكرم، يعدي ياخدني ونروح. يعني مدحت صالح تعمد انه يتجاهلك خالص، هي اللي فكرته في الاخر، وده مزعلني جدا. ليه بتعمل كده؟ ما يعني انت زعلان من ايه يعني؟ ان هو نسي ولا تجاهلك؟ ما اعرفش نيته ايه، لكن انا بصي هفضل انا عندي زعلت ليه؟ انا زعلت ان هو تجاهلني. إيه؟ زعلت ليه؟ يبقى تجاهلك. ليه؟ ما تقول الحقيقه.
يعني هو عمره ما طلع في مره قال ان طارق انا اول واحد رحت له قلت له انا عايز اغني. ما فيهاش مشكله خالص الحاجات دي، يعني مش هيقل من مدحت. يعني في ناس انا ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب ان انا اخليها تطلع او كنت في ظهرها، هما بيخاف. طب خلينا في مدحت صالح صاحبك، انت قلت ان هو ما وقفش جنبك. قريبي. انت قرايب؟ ابن عمي رحمه الله عليه ممدوح كان واخد اخته. طيب يعني يعني زعلان مرتين كمان، صحوبيه يعني وقرابه. طيب استاذ طارق فضل. انت قلت ان هو ما وقفش جنبك وبيتهرب منك. لا ما وقفش جنبك في ايه وبيتهرب منك ازاي؟ لا هو بس لما حصل الفترة. وعايزك تقول الحقيقه، مش هنيجي قدام الكاميرا وننكر. احنا هنحترم الصراحه. اقسم بالله من اعز الناس على قلبي اذا كان هو او علي او محمد الحلو، دول بعشره العمر، لكن في فتره مرضي ما سالش عليا خالص. فتره مرضك دي كانت مدتها قد ايه؟ من 2016 لحد 2020. يعني حوالي أربع سنين. وسافرت العلاج في فرنسا وأمريكا. عايزك الناس تعرف أنت كان عندك إيه؟ وأنا الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى كريم وحنان ومنان. فأنا صحيت الصبح ما لقيتش صوتي. لكن فجأة. الحمد لله. طيب لما رحت عملت فحوصات ما قالولكش إن في سبب؟ قالوا عشان انا عندي حساسيه في صدري الرمل، فكنت باخد بخاخات كتير فيها كورتيزون، لكن مش ده السبب الحقيقي. بدليل ان رجوع الصوت حصل من عند رب العالمين لوحده. طب وده ايه؟ حسيت بايه ساعتها؟ وخصوصا ان انت قلت ان في ناس كتير تخلت عنك وكنت لوحدك. وانا يعني رجع لي صوتي لما مدحت سيدنا النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. سبحانك يا رب. سبحانك. شعرت بالخذلان وقتها من اصحابك او الناس اللي حواليك؟ لا، في ناس كتير وقفت معايا ولن انسى له الموقف. تامر حسني التركي قال الشيخ، مع ان ما يعني لم يصرح تامر حسني بانه وقف جنبك وساعدك. جميل، انا بحترمه جدا. محمد الحلو الفنان الكبير احمد بدير. ومحمد الحلو، محمد الحلو كل شهر الاقي واحد على البيت تحت عامل ظرف ومطلعهولي. عشان كده بقول لك يعني زعلت من مدحت لان كان عشره عمر. يعني انت ما كنتش منتظر منه يعني ما حدش يعني اللي سال عليا محمد مساعده ماديه، كنت منتظر منه المطربين يعني المطربين اللي سال عليا محمد دعم نفسي. محمد الحلو الوحيد اللي سال عليا وجالي، وتامر حسني جالي لحد البيت وقف معايا ماديا ومعنويا، وتركي قال الشيخ سفرني اتعالج بره. ما هو يقول لك ربنا يقول لك ايه، ولا تنسى الفضل بينكم. تمزان حسناتهم كلهم يا رب. الفضل. الفنان احمد بدير، احمد زاهر لقيته بيخبط ودخل عند البيت برضه وقف معايا. فانا لقيت ناس. مين اللي كنت متوقع انه يكون من اوائل الناس اللي يقفوا جنبك وخذلوك؟ مدحت وعلي على الحجار. ما كلمنيش حتى، ما حدش سال عليا في التليفون خالص. انا لحد دلوقتي اكن لهم كل الحب. انا كل جمعه يعني في ناس عندي كده مخصوصة لازم أبعت لها جمعة مباركة، ناس بحبها قوي، منهم علي ومدحت. بيردوا عليك؟ أبداً، لكن ما فيش مشكلة خالص. مش لحد والله وانت مستمر تبعت؟ مستمر أبعت، أقسم بالله. في ناس كده خلاص يعني. طيب